أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، وحلقة أخرى من أخبار الأولين، هذا البرنامج الذي نأخذ فيه كل يوم حدث وحوار، وهذه الأحداث والحوارات تتحدث عن مسيرة الركب الحسيني، هذا المسير الأعظم تاريخيا. سنتحدث هذا اليوم عن التقى الإمام الحسين عليه السلام بقائد جيش يزيد عمرو بن سعد قبيل بدء معركة الطفة. الحسين طلب من ابن سعد الرجوع عن القتال وسمح له بالرجوع إلى مكة، الأمر الذي جعل ابن سعد يرسل كتابا إلى عبيد الله وقد كذب فيه، إذ إنه قال بأن الحسين يطلب الصلح أو الرجوع إلى مكة. هذا وقد قالت مصادر في قصر الإمارة بأن عبيد الله كان متحيرا وأوشك على أخذ قرار عدم القتال، إلا أن شمر بن ذي الجوشن قد حرفه عن قراره بعد إن قال له: إن الحسين اليوم في قبضتك، وإن ذهب فإنك لن تستطيع إنزاله عند رغبتك مرة أخرى، ويبدو أن عمر بن سعد قد جبن ولا يريد القتال. الأمر الذي جعل ابن زياد يرسل كتابا إلى عمر بن سعد يطلب منه قتل الحسين أو إنزاله عند مبايعة يزيد، وإن لم يستطع فيتنحى عن قيادة الجيش لابن ذي الجوشن. عدنا وإياكم أحبتي المشاهدين، وضيفنا هذه الحلقة الشيخ ناجح الفتلاوي الباحث والخطيب الديني. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. بداية شيخنا، اليوم حدث اليوم لقاء بين الإمام الحسين عليه السلام وعمر بن سعد، ما هي بوادر هذا اللقاء وما السبب من عنده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحسين بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان منذ نعومة أظفاره تواقا إلى تطبيق مبادئ الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولهذا كان يجتاز حضن رسول الله ويجلس فيه ويستمع إليه، وكان دائما يقف مواقف يصغي فيها إلى الأحكام والأشياء التي تدار مع رسول الله صلى الله عليه وآله رغم صغر سنه. لهذا عندما شب وكبر وأصبح مؤهلا للمسؤولية، نظر ما حوله من الأمور كلها خارج عن نطاق العلم والمعرفة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك قرر أن يغير، فلهذا أعلن ثورته على الباطل واجتيازه لهذه المهام لكي يغيرها ويصلحها، فقال: إني خارج لأصلح في أمة جدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا فعلا ما فعله، فلهذا هيئ نفسه وجهزها، وكان أول لقاء له في هذا الأمر مع الوالي الذي وضعه يزيد بن معاوية. عندما انتقل معاوية إلى ربه صار يزيد ملكا أو صار هو الخليفة حسب تعبيرهم، فالإمام سلام الله عليه دعي من قبله هو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، نعم، وعبد الرحمن بن أبي بكر، نعم، دعوا لأن يحضروا إلى دار الوالي الذي نصبه يزيد لكي يكونوا على أهبة واستعداد للقول بخلافة يزيد وأنه حاكم عادل. شيخنا، بعد هذه الأيام اللي مر بها الإمام الحسين وصل إلى 8 من محرم، بعد قطع الماء وبعد كل المشاكل اللي صارت، ما الداعي من اللقاء بين الإمام الحسين وعمر بن سعد رغم معرفته أنه
عذرا طبول الحرب قد دقت ولا بد من إجراء حرب، ما الداعي من هذا اللقاء؟ هو في الواقع يعني واضح الأمر لإلقاء الحجة، نعم، ولكن الحسين لم يكن هو قد قابل عمر بن سعد، وإنما أرسل برير، نعم، وبرير أتى إليه وكان معروفا لديه معرفة كاملة كابر، ومن الشجعان ومن الأبطال ومن الناس الذين لهم اسم وسطوة، نعم. فبرير دخل عليه وحاوره وتناقش معه وقال له إنك تعلم أن الحسين سيد شباب أهل الجنة، نعم، وعملك هذا سيؤدي بك إلى جهنم وبئس المصير. فانتبه للأمر قليلا ثم قال: حسين ابن عمي والحوادث جمة ولي في الري قرة عيني، يعني معناه أنه أنا همي الوحيد هو أن أنال الرتبة. نفس المقال اللي قال بي أنه أترككم الكري والري منيت. أحسنت، نعم. نفسه. فلذلك كان يعني يريد يأكد على أنه أنا طالب دنيا وليس لي بالآخرة شيء. فلهذا كان يعلم أنه المصير الذي راح يؤول إليه والنتيجة النهائية الذي راح تكون، فظل مستمر، والشيطان هيأ له كل السبيل في سبيل أن يغويه ويوقعه، وفعلا حدث. الأمر الذي جعله هكذا هو أنه رغبته في التسلم المنصب، تسلم المنصب، تمام. المناصب تغري أحيانا، يصل الإنسان إلى درجة عالية من التعقل والتدبر، ولكن الشيطان أقوى منه فيغريه ويبعده عن هذا الأمر، لذلك ينحرف. فإذا انحرف خرج عن سطوته وخرج عن إرادته، وبالتالي لا يستطيع أن يغير أو يفعل ما يريد، وتكون النتيجة سلبية. يعني شيخنا، اللقاء اللي صار هو بين برير، نعم، وعمر بن سعد، نعم، إن الإمام الحسين ما ذهب. لا لا، مو الإمام الحسين. طيب، هذا اللقاء ممكن أنه يثمر شيء؟ ممكن يطلعون به بنتائج أم ما؟ نعم نعم، لأنه برير ألقى عليه الحجة وكان متكلما وصاحب كلام ومنطق، نعم، فأعلمه بموقف الحسين عليه السلام من رسول الله، وأن الحسين سبط رسول الله، وأنه سيد شباب أهل الجنة هو والحسن عليهم السلام، وحاول أن يفهمه ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه، إلا أنه ظل في حيرة. هو رغبته وإرادته أن ينال السلطة والمكانة، والواقع هو غير ذلك، لأنه يجب عليه أن يتنازل عن هذا الأمر، وإذا تنازل لا تأتيه هذه الأمور. فلذلك هو كان همه الدنيا أن يصبح فيها شيئاً، نعم، وليس له في الآخرة نصيب. يعني عمر بن سعد بهاي الحالة ما راح يأخذ بكلام الحسين ولا يأخذ بهاي الحجة، ماكو داعي إلها إذن؟ إطلاقاً ما يأخذ بكلام الحسين ولا يكون قريب من عنده، لأنه الشيطان كان قد ركبه وأغواه وغير معالمه، وهو يتصور أنه إذا تملك الري، نعم، وصل إلى قمة الخير والاقتصاد. الاقتصاد أيضا كان يلعب دور ذاك الوقت. طيب زين شيخنا، اليوم أنت واقف بمكانة جدا صعبة، نعم، أمام شخص تعرفه حق المعرفة، إيه، اللي هو الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تشوف موقف عمر بن سعد ممكن يكون صعب، مو هين، لازم يعيد حساباته، لازم يسوي لو كان مؤمنا، نعم، يبادر إلى التغيير ويلغي ما كان عليه هو، نعم، بدليل أنه أكو قبله كانوا فعله هذا. مثلا مسلم بن عقيل سلام، نعم، الله عليه، نعم، لما جاء ممثلا عن الحسين عليه السلام ودخل إلى الكوفة، اليوم الأول صلى خلفه 80,000، نعم، وموقف جدا كبير، يعني 80,000 هذول راح يكونون موالين ومطيعين ومطبقين لأوامره، هذا يغري ويجعل الإنسان يندفع ويفعل أفاعيل، نعم، لكنه مع ذلك ما همه ذلك، وإنما كان همه أن يوصل رسالة الحسين عليه السلام إلى الناس، طيب، ويفهمهم.
فخطب فيهم وبين لهم أن الأمر يتوقف على قرب الإنسان من ربه، فما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى يكون من الفائزين، والذي يبتعد عن ذلك يكون من الغاوين ومن الذين يقعون في شراك الشيطان الرجيم. لهذا عمر بن سعد كان من هذا النوع، من النوع الذي لا تنفع معهم الفائدة أو ما تنفع معهم الموعظة، فلذلك أصر. لهذا شمر لما قال له أنا جبت رسالة، إحنا جايينها يا شيخ نعذرا. نعم. اليوم عمر بن سعد إنه الأمر عنده لازم حرب. نعم. من أجل ملك الري. نعم. طيب شنو اللي يخليه حسب ما قالت المصادر إنه يرسل رسالة إلى عبيد الله يقول له إنه الحسين يريد يا أما صلح؟ طبعا هذا الموضوع كذب أكيد، يعني حسب كلامك إنه الإمام الحسين ألقى الحجة. نعم. شنو اللي يخليه يرسل مرسال للكوفة يقول للعبيد الله إنه الحسين يطلب يا أما صلح أو تخلوني أرجع مين ما جيت؟ ما الداعي من هاي؟ إطلاقاً ما الموضوع الصلح ما ورد على لسان الحسين ما عليه ورد السلام. نعم. شنو اللي يخلي عمر بن سعد أنت تقول اليوم هو مصر على الحرب؟ لأنه الرسالة التي جاءت من عبيد الله بن زياد، نعم، كان فيها تهديد وخوف، تهديد وخوف، فيحتمل أنه يوخر عن الإمرة. نعم. والإمرة تصير إلماً إلى شمر بن ذي الجوشن الذي أتى بالرسالة. تمام. هو جاء بالرسالة. نعم. فلذلك حتى لا يجعل المجال للشمر أنه يتولى الأمر أرسل له هذه الرسالة أنه صلح أو يرجع إلى أهله. يعني بهيك حالة كانت عنده نية أنه ينسحب من الحرب ما يقاتل؟ يعني ربما ما أدري. أكو نيات. الله العالم، ما أعرف. أنا ما أعرف. تمام. طيب اليوم وصلت الرسالة لعبيد الله بن زياد. إيه. قال لأنه الإمام الحسين يطلب يا أما الانسحاب أو الصلح وتنتهي هاي المحاصرة. نعم. شنو اللي سواه عبيد الله بن زياد بهاي الحالة؟ عبيد الله بن زياد أرسل إليه رسالة مؤكدا أنه لا صلح في هذا الأمر، واحدا من الاثنين فقط. نعم. إما أن يأتي صاغرا ويقر بخلافة يزيد وتنتهي المشكلة، أو يكون القتال مستمرا حتى ينتصر احدنا. طيب المصادر تقول انه نص الرساله قال الشمر بن ذي الجوشن، إيه؟ انه تروح يا اما ينزل الامام الحسين عند رغبات يزيد او ينقتل، واذا عمر بن سعد انسحب من هذا الموضوع قتله وتكون انت القائد. وهو نفس الهدف هذا اللي قلته نفس الشيء. نعم. يعني الامر ثابت على هذين فقط، يعني اما التنازل. نعم. واما القتال. وذني الاول هو ما يسوي الحسين عليه السلام ما. نعم. يتنازل. ليش؟ لانه هو ذكر له في مواجهته مع الوالي مال يزيد بالمدينه قال له هذا يزيد شارب الخمر قاتل النفس فاعل افاعيل كذا ومثلي لا يبايع مثله. أنا ابن رسول الله وأنا الذي أسير على نهج رسول الله، ما ممكن أنه أنا أبايع شخص يرتكب المحرمات ويبتعد عن كل الأوامر الإلهية، فما ممكن أنه أن يكون بيني وبينه لقاء. يعني عبيد الله بهذه الحالة يعرف أنه راح تصير حرب. إيه. ويدري أنه عمر بن سعد مستحيل يتراجع لأنه ملك الري عنده. إيه. نعم. شنو اللي يخليه يدز رسالة بيد الشمر إذا ما قاتل وقتله وصير مكانه؟ يا ترى مجرد أنه يحث على الحرب؟ نعم، يحث على الحرب، والغرض من هذا شنو؟ أنه قد يكون أنه هذا شوية يلين. نعم. قد أنه يلين، فإذا لان الخطة الذي كانوا راسميها تبوز. نعم. تنتهي، تفشل، فإذا فشلت يعني معناها الحرب راحت، وممكن أنه يتفاهم ويا الحسين عليه السلام ويرجعه إلى مكانه ويجعل الحسين هناك بالمدينة في مدينة جده وتبقى الأمور على سلامتها. لكن الحقد الدفين الموجود في قلبه. نعم. لا يرضيه أن يكون هناك اتفاق أو أن يكون هناك مجال للتقارب، مما حثه على المسارعة في القتال والعمل السيء الذي قاموا به. طيب شيخ أنت ذكرت أنه عمر بن سعد انطوم الكري. إيه. هذا انتهينا منه. مو منطو لكن منو بها انه انت قاتل وننطيك. إيه. نعم. اليوم الشمر بن ذي الجوشن شنو السبب اللي يخليه يجب هالحقد وهالقوه والاندفاع القتال الحسين بن علي؟
لا اكو فلوس مذكوره بالتاريخ منطيني اياها، لا اكو ملك انطوهيا. شنو اللي يخلي هالعداوه بين شمر وبين ابن بنت رسول الله؟ ومثل ما كانوا يدعون الكل انهم اسلام ويشهدون ان شهاده محمد رسول الله. لا توجد عداوه بينهما سابقه، نعم، وانما لاحقه. نعم، اللاحقه صارت بسبب الاماني التي منوا بها. نعم، والا هم كانوا، حتى هذا الشمر كان من جماعه الامام علي عليه السلام في زمن من الازمنه. يعني اذا كان قائد ويا الامام، نعم، علي او جندي. نعم، نقدر نعم نقول. نعم، كان جندي في قتال الصفين. طيب شنو هالسر؟ انا البارحه ربيت لي طفل يتيم، ايه؟ جبته خليته ضربني بالمحراب، ايه؟ وقتل الامام علي، ايه؟ الامام الحسن تزوج انسانه وبيته وخلاها وسمته، النوب شمر هم رجع اليهم. شنو السر وراء هذا؟ السر العاقبة السيئة التي بنوا عليها، العاقبة السيئة التي بنوا عليها. وإلا المفروض الإحسان يقابل بالإحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما هؤلاء بالعكس تنكروا للإحسان بهذه السيئات التي قاموا بها، فلذلك ذولا قلت العوام يقولون جهنم هم تريد ناران، هم تريد حطب. نعم، فهؤلاء حطبوا جهنم إن شاء الله. إن شاء الله، يعني بس إنه حتى يكون حطب الجهنم راح يجي. زين، هو شمر شنو جنسيته بالله؟ منين هي ذابينها؟ ترى كلها براس العراق. إيه، هو عراقي. شمر هو عراقي. عراقي. إيه. زين، العراق أهل الكرام. من الكوفة هم. وأهل الشيمة. إيه، وأهل، نعم، النخوة، ومن قديم الزمان لليوم. إيه لا، مو زين كلهم. هذا مثال للعراقيين. مو كلهم. يعني هسه التاريخ أنا باكر أرد أسولف. أقول لهم إنه سنة 61 بالهجرة عراقي إجا قتل الحسين ابن بنت رسول الله. شلون هسه نبررها للناس؟ الناس هسه جاي تبوا علينا، عرفوا انه عراقي اللي احتز او اللي وقف ضد الامام الحسين وخلاه لا مي ولا طلعه ولا طبه، لا ترجع لعيالك ولا تجي تقدم للكوفه اليوم الا قتال، هذا العراقي. زين، اليوم العراق الان بعد هذه النهضه وبعد هذا الجو الفكري الجديد الذي اتيح للعراقيين وانتشر في ربوعه، ومع هذا كله الآن أشوف الصراع قائم على السلطة، ناس تكفر ناس وناس تدعم آخرين في سبيل الإطاحة بهؤلاء أو ذاك. الغرض منه شنو؟ أن الحفاظ على الكرسي. يعني هسه هاي ثابتة بالعراقيين من ذاك اليوم لليوم أنهم يتعاركون على الكرسي؟ إي على الكرسي. ويتعاركون على كم درهم؟ هو على الدرهم. وهسه باكر أنت شيخ، هذا بيتك، أجي أقتلك في سبيل آخر بيتك؟ لأنه لن يدخل الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما دخل الإيمان في قلوبهم، ومن أول يوم ما دخل الإيمان في قلوبهم، مو بس العراقيين، كلهم العرب. يعني هذا على الإسلام كله والعرب كلهم، إنه العرب كلهم هكذا. يعني اليوم هسه أنا بعد ما أسوي زين حتى خاف ترجع علي نفس ما سوي الإمام الحسين؟ مو ما أسوي زين، أنت سوي زين، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء الحسنة حسنة مثلها أو يضاعف له الأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أنت سوي زين وإن شاء الله الربح مالك مضمون، سواء كان من الله سبحانه وتعالى، أكيد هذا من الله، والآخرين الذي قمت لهم بها بهذه الحسنة إذا أفاقوا وإذا انتبهوا يردوا لك هذا الشيء، وإذا لا فأنت جزاك موفور عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شيخنا هسه الحادثة اليوم صايرة. نعم. الإمام الحسين اليوم الثامن من محرم هو بكربلاء. نعم. ما ماكو محاصر، جيوش داير مدايرك، رسائلك اللي تدزها للكوفة ما ترجع. أوصف لنا الحالة اللي جاي تصير حاليا بالمخيم وبمعسكر الحسين. شنو حالة الإمام الحسين اليوم؟ أنت مسؤول لك عن كذا طفل وكذا امرأة وياك 70 شخص. 72 شخص من الأصحاب دول كلهم برقبتك. شنو حالتك هسه أنت حالياً؟ سولف لنا عن الإمام الحسين اليوم. نعم. الثامن إله. في مثل هذا اليوم أبو عبد الله سلام الله عليه الحقيقة كان هو يشاهد هذه الأمور ويطلع عليها، ولكنه كان صابراً. نعم. لأن جزاء الصابرين جزاء كبيرة، وبما أن الحسين عليه السلام إلى القدرة على أن يحصل على الماء، وبإمكانه كما فعل في الوضوء للجماعة، وحفر لهم
بسيفه نبع الماء وتوضوا كلهم وصلوا. هذه ينقلها الأعداء. بما معناه أنه الإمام الحسين قاتل بطريقة إنسانية بحتة. بحتة. طبيعية. فعلاً ماكو أي معجزة. أبداً. نعم. أبداً. ولهذا كانت هذه عملية ثبت لها الخلود وبقت إلى يوم القيامة، ستبقى تزداد تقرباً إلى الله الإنسان يتقرب بقربه من أبي عبد الله ومبادئه. مبادئه مبادئ إنسانية، هو مو لشيء، مو لمال، مو ل... وكان يريد يقدر كلها تصير له، يريد الإمارة هم عرضوها عليه، عرضوا له الإمارة والمال ولكن أبى، قال إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا هو السبب الذي حفزني على الخروج على يزيد، لأن يزيد بعيد عن هذه القيم، بعيد عن هذه المفاهيم، خارج عن المعروف الذي أراده الله ورسوله، فلذلك هو خرج لكي لا يقع الناس بهذا الوهم ويسيرون على نهجه. شيخنا، عندك شباب صغار أطفال؟ هي عندنا. شنو شعورك وانت تشوف هذا يومين ما شارب قطرة مي؟ شنو الحالة اللي انت بيها هسه اليوم طبعاً. انت طالع نقول مظاهرة، واقف مظاهرات على مود فالطلب انه حتى تثبت الدين، وتباوع طفل عندك مي جيلوب على قطرة مال مي، ترى المي اصعب شيء بالدنيا بالفعل. يعني يا حقوق الانسان، يا الانسانية، بعيدا انه الحسين هو مالتنا، مال المسلمين، مال فلان، نظرة إنسانية، طفل يومين ما شارب مي وأنت شيخ كبير مسؤول عنهم، شنو الحالة اللي دا تعيشها؟ وتكون حالة صعبة جدا، هاي معاناة كبيرة أعاني منها، لكنه ما في اليد حيلة. يعني أنا إذا أقدر أسوي شيء الذي ما يغضب الله سبحانه وتعالى أسويه، ما أبالي. فإذا كان الأمر نهايته أنه هي قتلي فأقدم. ولهذا ورد عن لسانه إذا كان، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بمعنى أنه إذا كان الأمر يتوقف على قتلي فيا سيوف خذيني. زين، هسه أنت يا سيوف خذيك، أنت إمام مفترض الطاعة وطالع انه تقاتل او طالع تصلح الامه. نعم. الاطفال والنساء شكوا ايش عندهم، شنو دورهم اليوم؟ هذا امرهم الى الله، هذا امرهم الى الله، يعني بس امرهم الى الله، ما جابهم حتى يثبت بيهم؟ لا، مو هو هذا، هم شلون ثبت بيهم؟ هو لانه امرهم الى الله ثبت بيهم المصيبه، فبقت هذه المصيبه ثابته وتدار في كل عام حتى لا ينسى الناس الظلم الذي وقع على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كيف بغوا وطغوا وعملوا هذا العمل الذي أدى إلى قتل الأطفال وحرقهم أو إلى يموتون وهم عطاشا. هذا العمل يعني نفسه الآن لا يصير، حتى ينقل بيهم الحادثة، لو ممكن جايبهم أنه يضرب بيهم هذا الظالم، يشوف الناس أنه أنا هذا شخص ظالم وطالع عن القانون، أنا أجيب الطفل ظلما حسب الله، أني طالع عن أمره. هذا تنبيه، هذا الطفل شنو أمره؟ هذا تنبيه للناس. إذن ذولي هم مقاتلين لكن بدون سيف، مقاتلين فعلا، مقاتلين. يعني نفس الحالة الآن قاعد تجري في اليمن. نعم. اليمن الآن أغلب القتلى من الأطفال والنساء والأطفال المدارس، ويجوهم بكل القوى الموجودة، مع أنه هم يعني هذا شيء مكتوب على محمد وآل محمد، يبقون منا اليوم القيامة طفل ينقتل. لا، هم زبدة المخلوقات، هم زبدة المخلوقات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، ولذلك أنه كلما يتحملون من هذه المصائب كلما يزدادون رفعة وعلوة، وهم بما أنه مو طلاب دنيا، طلاب آخرة، والله سبحانه وتعالى هيئ لهم المجال، هيئ لهم المكان الذي سيكونون فيه، فلهذا لا يبالون، لأن يعرفون نتيجتهم، يعرفون النتيجة مسبقا أنهم إلى الخير سائرون. طيب شيخنا، اليوم مضت على الحادثة 1380 عام،
بعد اكو ناس مرتبطة بذاك الحادثة، بعد هالناس على نفس هاي النية يطلع هو واطفاله ونساء ممكن يروح ينتهي في سبيل تثبيت الدين او تثبيت حق مشروع؟ اخوي نعم موجودين، موجودين بدليل انه احنا ما حدث عندنا بالعراق. نعم. عندما جاء ذول الدواعش الذي يدعون الاسلام والاسلام منهم بريء في كل جوانبه، هجموا على عوائل، ذبحوهم وقتلوهم وفعلوا ما فعلوا، وذلك بعنوان انه احنا نطبق الشريعه المحمديه. إذن كما قال الحسين انه كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء. كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء، نعم. ثابت هذا سلام الكلام. الله يعني. كلام الامام الحسين سلام الله عليه، كلامه وافعاله اللي صارت في ذني ثابتات مدى الدهر. لا شك ولا اشكال في هذا اطلاقا. احبتي المشاهدين، الى هنا ياتي ختام حلقتنا. شكرا سماحه الشيخ. حياكم الله، شكر الله سعيكم وجعلكم وسيله لنشر المعرفه والبيان الحق لكي يتصور الناس ويتفاهموا على ذلك ولا ينحرفوا كما انحرف الكثيرون، وكلما ازدادوا وعيا وادراكا عرفوا قضيه الحسين عليه السلام وانها المسار الوحيد الذي ينقذ البشريه من الهلاك ومن الضعف والضغينة. الله يحفظك. طبعا الله معلومات الله. طيبه وكلام طيب من الله يحفظك. شكرا جزيلا، احنا اسفين ازعجناك. بارك الله بك. لا انا ستنا جزاك الله. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر اخبار الاولين، شكرا لحسن المتابعه، في امان الله.